استشهاد مدير الإسعاف والطوارئ بغزة جراء غارة إسرائيلية على مدينة غزة ودبابات إسرائيلية تواصل التوغل في رفح. الحكومة اللبنانية تؤكد أن مطار بيروت مستوفي المعايير الدولية وتدرس مقاضاة صحفية التلغراف البريطانية بعد مزاعم حول وجود أسلحة في المطار. حداد في داغستان غداة اعتداءات على دور عبادة مسيحية ويهودية أودت بحياة 19 شخصا بينهم 15 شرطية. السيدات والسادة، نحييكم إلى تفاصيل الأخبار. أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد مدير الإسعاف والطوارئ هاني الجعفراوي جراء غارة إسرائيلية استهدفت غداة غزة، وزعم الجيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارة قتلت محمد صلاح مطور الأسلحة في حركة حماس. وذكرت وزارة الصحة أنها وكل مقدمي الخدمات الصحية تؤكد عزمها على مواصلة واجبها الإنساني الطبي رغم استهداف الممنهج والقتل المباشر الذي طال 500 كادر صحي حتى الآن واعتقال أكثر من 310 آخرين في ظروف قاسية وغير إنسانية. وفي رفح قال سكان إن قوات الاحتلال سيطرت على المناطق الشرقية والجنوبية والوسطى من المدينة وصلت التوغل في المناطق الغربية والشمالية، وذكروا أن قتالا عنيفا يدور هناك وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو 9 أشهر إلى 37,598 شهيدا و 86,032 جريحا غالبيتهم من الأطفال والنساء. مستويات الجوع الكارثية في أنحاء قطاع غزة من صنع الإنسان. وأضاف لازاريني أن إسرائيل تسعى لإنهاء عمليات الأونروا محذرا من أنه في حالة عدم مقاومة النيات الإسرائيلية سيأتي الدور على جهات أخرى تابعة للأمم المتحدة. وأشار إلى أن عمليات النهب والتهريب خلال التفتيش تعرقل إيصال المساعدات في قطاع غزة. تقدمت مصر بخالص التعازي للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حكومة وشعبا في ضحايا الحادث الذي تعرضت له شاحنات عسكرية ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة لقطاع غزة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إننا ندعو الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث الأليم برحمته
ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين. وكان قد وقع حادث لثلاث شاحنات عسكرية ظهر أمس ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق البحر الميت. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المعارك العنيفة التي يخوضها الجيش الإسرائيلي ضد مقاتلي حركة حماس في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة على وشك الانتهاء، لكنه تعهد في الوقت نفسه باستمرار الحرب. في المقابل قالت حركة حماس إن تصريحات نتنياهو تأكيد واضح على رفضه لقرار مجلس الأمن الأخير ومقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، على عكس ما حاولت الإدارة الأمريكية تسويقه عن موافقة مزعومة من الاحتلال. مع فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها المعلنة من العدوان على قطاع غزة وتعدد جبهات القتال، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة لوقف القتال في غزة لفترة قصيرة مقابل إفراج حركة حماس عن عدد من الأسرى الإسرائيليين، ولكنها لن تلزم نفسها بوقف تام للحرب. وأضاف نتنياهو في مقابلة هي الأولى مع قناة إسرائيلية منذ بداية الحرب على قطاع غزة إن مرحلة القتال العنيف في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قاربت على الانتهاء، لكنه تعهد في الوقت نفسه بمواصلة الحرب. مرحلة القتال الضاري ضد حركة حماس شارفت على الانتهاء، لكن الحرب لن تنتهي. أهداف الحرب هي تحرير المختطفين. لن أتخلى عن هذا الهدف والقضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية في قطاع غزة. وأشار نتنياهو إلى أنه بعد هذه المرحلة سيتم الانتقال إلى الجبهة الشمالية في إشارة إلى جماعة حزب الله اللبنانية، مشددا على أن إسرائيل قادرة على القتال على عدة جبهات. بعد الانتهاء من عملية رفح ستنتقل قواتنا نحو الحدود الشمالية، وأي اتفاق بشأن الجبهة الشمالية سيكون وفق شروطنا. لست مستعدا لإبقاء الوضع على حاله في الشمال، ونواصل استعداداتنا، لكن لا يمكنني الخوض في تفاصيل خططنا. ملتزمون بإعادة مواطنينا في الشمال إلى بيوتهم، وسنحقق ذلك سواء بطريقة سياسية أو بأي طريقة أخرى. وقال نتنياهو إنه في حال انهيار حكومته ستأتي حكومة يسارية وستوافق على تأسيس دولة فلسطينية، وهو الأمر الذي جدد التأكيد على رفضه. وافقت على خطة طرحها الجيش بشأن تعيين أشخاص من عائلات غزاوية لإدارة القطاع، لكن حماس قتلتهم، والاستيطان اليهودي في غزة غير واقعي. غير مستعد لإقامة دولة فلسطينية، ولن أسمح بتسليم غزة للسلطة الفلسطينية، ونريد إنشاء إدارة مدنية فيها بالتعاون مع فلسطينيين محليين. في المقابل قالت حركة حماس إن تصريحات نتنياهو تأكيد واضح على رفضه قرار مجلس الأمن الأخير ومقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرة إلى أن إصرارها على أن يتضمن أي اتفاق تأكيدا واضحا على وقف دائم لإطلاق النار وانسحابا كاملا من قطاع غزة كان ضرورة لا بد منها لقطع الطريق على محاولات نتنياهو المراوغة والخداع. وصل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى واشنطن لإجراء محادثات حول الحرب في غزة وتصاعد التوتر مع حزب الله في لبنان. ومن المقرر أن يلتقي جالانت وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومسؤولين آخرين في واشنطن. تأتي رحلة جالانت بعد أيام من اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن بتأخير شاحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا مباشرة من حيفا السيد أمير مخول الباحث في الشؤون الإسرائيلية. سيد أمير، بعد التحية، قراءتك لتصريحات نتنياهو بأن الحرب ضد حماس بمدينة رفح على وشك الانتهاء لكنه مستمر في الحرب؟ يعني هذه تقديرات الجيش. نتنياهو يظهر بالفترة الأخيرة بتصريحات نارية كما لو كان سيد التاريخ وسيد الموقف وحيدا في هذه الساحة. هو يريد أن يصمم الشعب الفلسطيني كما يريد، هو يريد أن يصمم المنطقة كما يريد، وهو يدرك أنه مخفق لحد الآن في تحقيق إنجازات الحرب في غزة. لذلك أعتقد أنه هذه التصريحات أولا لا يمكن يعني التقليل من مخاطرها، وخاصة تلتقي إلى حد معين مع تقديرات الجيش بأنه أنهى مهامه الحربية بمفهوم الحرب الضارية على غزة، ولن ينتقل إلى مرحلة جديدة. والمرحلة الجديدة يعني حتى لا يخلق وهم الأمر أو الكلمات هي فتاكة بدرجة ليست أقل من كل المراحل السابقة، سواء في مفهوم التجويع حتى القتل، أم في موضوع العمليات العسكرية التي تكون مستعدة في إسرائيل إلى القضاء على حي سكني كامل من أجل مطلوب واحد. فهذا لا يعني أن الحرب فلسطينيا سوف تتغير، وإنما سوف يعيد الجيش الإسرائيلي عملياته واصطفافاته، وهذا لا يؤثر على المشهد الفلسطيني من النزوح من التجويع ومن القتل اليومي. لكن سيد أمير، حماس ترى في تصريحات نتنياهو تأكيد واضح على رفضه لقرار مجلس الأمن الأخير ومقترحات بايدن، على عكس ما حاولت الإدارة الأمريكية تسويقه عن موافقة مزعومة من الاحتلال. كيف ترى ذلك؟ يعني هناك كثير من المناورات. أولا حماس يجب أن يكون لديها موقف واضح وهو وجلي وبدون تردد وبدون يعني لا لبس فيه. بالمقابل أعتقد أن نتنياهو يناور بأن هناك قد تقبل حماس بهذه الصيغة لأنها لا تعني من جهته إنهاء الحرب رسميا حتى لو كانت فعليا ستنتهي. ويراهن انه بالنسبه لحماس قد تكون صيغه افضل لانها ستبقي لديها ورقه الأسرة في حال استمرت الحرب. لكن اعتقد ان نتنياهو يحاول ان يناور بالاساس على الجبهه الداخليه الاسرائيليه، الجبهه السياسيه الحزبيه، وهو يدعو الى عمليا فقد الامل في الراي العام الاسرائيلي ككل. لذلك كان منشغل بالاساس في كل خطاباته في كل رسائله السياسيه إلى مخاطبة جمهور اليمين والقاعدة الانتخابية الأساسية، والتي بدأت تنفرط إلى حد معين سواء بتشكلات حزبية تهدد وجوده يمينية أم بحركة الاحتجاج التي تتحول قريبا إلى حركة أشبه بالعصيان المدني. وهو معني أنه أيضا في هناك أيضا أزمة في تصدع مع الأحزاب الدينية وحتى داخل حزب الليكود نفسه. سيد أمير، ما هو المنتظر من زيارة جالانت وتداعياتها، خاصة وأنها تأتي وسط مخاوف من تفاقم هذا الصراع؟ جالانت بالأساس في موجود في الولايات المتحدة في موضوع لبنان، وأعتقد أنه هذا الشأن الأساسي الذي يشغله. يبدو أن الولايات المتحدة أو إدارة بايدن لم يعد لديها متسع إلا استخدام بعض الأولويات أو تحديد الأولويات في التأثير. الأثر الأكبر الآن بالنسبة لإدارة بايدن الأخطر عليها هو اندلاع حرب واسعة في لبنان تتحول إلى حرب إقليمية ذات أبعاد دولية، قد تفقد فيها أوكرانيا، قد تفقد فيها الولايات المتحدة أولوياتها في التنافس مع الصين في دول الخليج وبالذات مع السعودية. لذلك الأمور بدأت محاصرة، يعني إدارة بايدن أكثر محاصرة من قبل، ونتنياهو يلعب في هذه الساحة، يسعى إلى إعادة لعبة خربطة الأوراق. ليس بالضرورة أن ينجح هذا المرة، قد تنقلب عليه كل الأمور، وخاصة اليوم كان هناك قرار مهم جدا في إسرائيل في لجنة التحقيق في فضيحة كانت تسمى فضيحة الغواصات الألمانية قبل عدة سنوات، والتي تنذر نتنياهو بأنه قد يتعرض للإدانة وإلى المحاكمة.
وهذه قد تسقطه من الحكم بحد ذاتها. لذلك نتنياهو الآن في وضع صعب جدا، سيحاول خربطة الأمور والإبقاء على ائتلافه. ما نشهده في الأيام الأخيرة من خطاباته ومن تحذيراته بأنه دخل في مرحلة من العصبية الفائقة ومن فقدان التوازن، يعني حين يتحدث إلى أعضاء الليكود والائتلاف إنه من يترك الحكومة سوف يوصم بالعار، هو خائف عمليا منه أن هناك انشقاق. لذلك وضع نتنياهو ليس الأفضل الآن، وإنما قد يكون رغم يعني الاستطلاعات التي تعطيه احتمالية أكبر، سيكون وضعه السياسي العام أصعب من أي وقت. نعم، أخيرا سيد أمير، هل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي لواشنطن كافية لرأب الصدع بين نتنياهو وبايدن على خلفية تصريحاته الأخيرة؟ لا يمكن رد رأب الصدع بين نتنياهو وبايدن، لكن لا يوجد أي صدع بين الولايات المتحدة وإسرائيل، هذه هي المعادلة الموجودة. ووزير الأمن يسعى إلى بالأساس إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية الإسرائيلية الأمريكية كما هي دائما، وإلى ضمان الدعم الأمريكي وبالأساس في حال اشتعال الحرب اللبنانية، وهو سيستمر إلى الموقف الأمريكي الذي يدعو إلى عدم الذهاب إلى حرب مع لبنان وإلى الحل السياسي أو الدبلوماسي. لذلك هناك الموضوع ليس رأب الصدع وإنما تعزيز العلاقات. جزيل الشكر سيد أمير مخول الباحث في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا على الهواء مباشرة من حيفا. قال سفير مصر في لبنان أنه تم تفقد مطار بيروت الدولي لإرسال رسالة دعم إلى لبنان داعيا المجتمع إلى التهدئة. من جانبه أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية أن مطار بيروت يستوفي لكل المعايير الدولية، وأن مرافق الدولة بما فيها من مطارات وموانئ مفتوحة لزيارة أي وفد دبلوماسي. وأشار الوزير اللبناني إلى أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد صحيفة تيليجراف البريطانية بعد زعمها لوجود أسلحة في المطار. ونظمت الحكومة اللبنانية جولة للسفراء المعتمدين والإعلاميين في مطار بيروت من أجل زيارة المطار بشكل مفصل ورؤية الأمور بشكل واضح، وهي رسالة من الحكومة اللبنانية للغرب والمجتمع الدولي بأنه لا توجد أي أسلحة في مطار بيروت. حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من الخطر المتزايد كل يوم من امتداد حرب غزة إلى لبنان، وأكد بوريل قبيل اجتماع لوزراء خارجية التكتل في لوكسمبورغ أن المنطقة على شفا اتساع الحرب. من جانبه ندد وزير الخارجية اليوناني جورج جيرا أبيتريتيس بتهديدات جماعية لجماعة حزب الله اللبنانية ضد قبرص، مؤكدا أنه من غير المقبول على الإطلاق توجيه تهديدات ضد دولة ذات سيادة في الاتحاد الأوروبي. على وقع التهديدات المتبادلة والتصعيد المستمر بين إسرائيل وحزب الله، تتعالى المخاوف الدولية من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل حذر من الخطر المتزايد من امتداد حرب غزة إلى لبنان، وأكد بوريل أن المنطقة على شفا اتساع رقعة الحرب، خاصة بعد تهديد جماعة حزب الله اللبنانية لقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي. من جهته قال وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتس أنه من غير المقبول على الإطلاق توجيه تهديدات لدولة ذات سيادة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه سيقف بجانب الدول الأعضاء ضد كل هذه التهديدات. أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قالت إن الوضع بين إسرائيل وحزب الله مقلق للغاية، وإنها تعتزم زيارة لبنان قريبا، مضيفة أن أي تصعيد آخر سيكون كارثيا بالنسبة لشعوب المنطقة.
المخاوف الدولية المتزايدة من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وبين حزب الله جاءت بعد زيادة وتيرة القصف المتبادل بين الجانبين وتصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أنه في حال اندلاع الحرب لن يكون هناك مكان في إسرائيل بمنأى عن صواريخه ومسيراته، كما هدد قبرص ومناطق في البحر المتوسط وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على غزة بسبب معلومات كشف عنها نصر الله تفيد على حد قوله بأن إسرائيل التي تجري مناورات سنوية في قبرص قد تستخدم المطارات والقواعد القبرصية لمهاجمة لبنان في حال استهداف حزب الله للمطارات الإسرائيلية. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت سيادة العميد خالد حمادة الخبير العسكري. سيادة العميد بعد التحية، كيف تابعت جولة السفراء والإعلاميين بمطار بيروت وما هي الرسائل التي تحملها تلك الجولة؟ يعني لا شك أن الحكومة اللبنانية وجدت نفسها في مأزق، وهي طبعا مضطرة للدفاع عن نفسها وطبعا ذلك حماية لمطار بيروت الدولي من ما نشرته الصحيفة البريطانية. يعني أعتقد أنه بعد هذه الجولة سيكون هناك يعني تقارير من قبل كل من زار هذا المطار لدولته ليشرح في حقيقة يعني ما رأى الموضوع. يعني أنا أعتقد أنه إسرائيل طبعا قصفت مطار بيروت في العام 2006 ولم يكن في حين هناك اتهام بأن هناك صواريخ موجودة في المطار، ولكن كان القصف الإسرائيلي يتناول كل البنى التحتية في لبنان ومن ضمنها مطار بيروت. أنا أعتقد أنه يعني عسى أن تنجع الحكومة اللبنانية في تبرير موقفها وفي إقناع طبعا الاتحاد الدولي للطيران البدني وفي إقناع السفراء الدول الذين أتوا إلى هنا إلى مطار بيروت بأنه طبعا المطار ليس مخزنا للأسلحة بل هو مطار آمن، وبالتالي يعني حماية مطار بيروت وهو المنفذ الوحيد المتبقي للبنان حقيقة يعني بطريقة يعني سلسة، وهو طبعا الذي يعني يحمي لبنان من هذه العزلة التي فرضت عليه سواء بسبب الحرب في سوريا أو سواء بسبب يعني التوتر الذي تسبب به تصريحات عديدة لحزب الله. لكن سيادة العميد خالد حمادة، برأيك هل التحذيرات الدولية من اتساع رقعة الحرب ستجدي نفعا لمنع إسرائيل من استهداف لبنان والدخول في حرب شاملة مع حزب الله؟ أنا لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أنه المسألة أبعد مما يعني ستكون عليه نتائج هذه الجولة أو نتائج كل المحاولات الأخرى. أعتقد أنه نحن في مرحلة يعني حرب أمريكية على المنطقة. يعني اليوم ما يجري اليوم صح أن هناك كان هناك قتال في غزة ولا زال بين حركة حماس وبين إسرائيل، ولكن في النهاية هذا الصراع وصراع إقليمي، والمتدخلون في هذا الصراع هم إقليميون ودوليون، وبالتالي إسرائيل وحماس مكونان صغيران في هذه البانوراما الكبيرة. كذلك يعني ما يجري في لبنان هو جزء من ما يجري في المنطقة. نحن في مرحلة ربما إعادة هندسة أو إعادة رسم كل خرائط النفوذ في المنطقة، وبالتالي الحرب التي تبدأ بين إسرائيل وحزب الله لن تنتهي ولن تستمر ولن تكون حتى في يومياتها. هي حرب بين إسرائيل وحزب الله. يعني المدمرات الأمريكية في المنطقة، كل هذا الاستنفار الدولي. اليوم هناك اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للنظر في التهديد الذي وجهه أمين عام حزب الله لقبرص. إذا يعني خارطة الصراع في المنطقة ليس لها طابع محلي لبناني إسرائيلي، بل أضحت هي جزء من هذه من هذا المشهد الإقليمي الدولي. إذن في 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 ظل هذه في ظل هذه البانوراما الكبيرة التي تتحدث عنها سيادتك سيادة العميد خالد حمادة، ما هي السيناريوهات المتوقعة في الفترة القادمة في ظل التصعيد ما بين حزب الله وجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الجنوبية؟
أنا أعتقد إنه الحرب التي يعني التي الموجودة اليوم في المنطقة سواء في غزة أو في لبنان، أعتقد أنها آخر الحروب بين إسرائيل وبين أي دولة موجودة في المنطقة لأسباب عديدة. السبب الأول إنه إسرائيل لم تعد يعني دولة مطمئنة للولايات المتحدة الأمريكية بمعنى امتلاك القدرة على حماية نفسها. تستشعر الولايات المتحدة أن إسرائيل أصبحت دولة بحاجة لحماية، وبالتالي هي تريد أن الولايات المتحدة تريد أن تزيل كل مسببات الحروب المحيطة بإسرائيل، طبعا لأنها تريد أن تحافظ عليها، يعني ربما تنجح وربما لا. لذلك أنا أقول إنه السيناريو الدبلوماسية لا أعتقد أنها قادرة على فسفسة كل هذه الإشكاليات المتصلة بوجود ميليشيات إيرانية في كل المنطقة، انهيار الدول في المنطقة من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى اليمن، وبالتالي المنطقة بحاجة إلى نظام إقليمي جديد. الولايات المتحدة تحاول مع دول الخليج ومع مصر ومع الدول التي تطبعت مع إسرائيل إعادة رسم هذه الخريطة. لذلك أنا أعتقد أنه احتمالات نشوب نزاع مسلح كبير في المنطقة يعني مرجحة إلى حد كبير، لأنه يظهر أنه لا يمكن تسوية كل هذه الأمور من خلال يعني الدبلوماسية ومن خلال المفاد. نعم، جزيل الشكر سيادة العميد خالد حمادة الخبير العسكري، كنت معنا على الهواء مباشرة. أهلا بكم من جديد. أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 30 من يونيو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو، وذلك بالنسبة للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها. أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت دور للعبادة ومركزا للشرطة بداغستان. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية أكد على رفض مصر القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب وتضامنها مع دولة روسيا الصديقة. كانت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية قد أعلنت انتهاء العملية التي شنت في جمهورية داغستان المتمتعة بالحكم الذاتي بمنطقة القوقاز. نتابع هذا التقرير. حداد على مدى 3 أيام تعيشه جمهورية داغستان الروسية بعد أن قتل مسلحون عددا من رجال الشرطة وقسا أرثوذكسيا وآخرين في هجمات على دور عبادة يهودية ومسيحية في مدينتين بالمنطقة الواقعة شمال القوقاز. وغدا الهجمات أعلنت السلطات الروسية انتهاء عملية مكافحة الإرهاب بعد القضاء على عدد من المهاجمين. وهاجم مسلحون كنائس أرثوذكسية وكنيسا يهوديا في داغستان، حيث قتلوا قسا و15 شرطيا على الأقل وفقا للسلطات التي نددت بالأعمال الإرهابية. ووقعت الهجمات في عاصمة داغستان محج قلعة وفي مدينة دربنت الساحلية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداءات الأحدث في المنطقة المضطربة. ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن سلطات إنفاذ القانون القول إن من بين المهاجمين 2 من أبناء رئيس منطقة سيرجوكالا في وسط داغستان، وإن المحققين احتجزوهما. وجاء الهجوم بعد 3 أشهر من مقتل 145 شخصا في هجوم أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه استهدف قاعة للموسيقى بالقرب من موسكو، وكان أسوأ هجوم من نوعه تشهده روسيا منذ أعوام. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل. روسيا تستدعي السفيرة الأمريكية على خلفية هجوم صاروخي أوكراني على شبه جزيرة القرم. على
على القمر الصناعي نايل سات. تابعوا قناة نيل الأخبار SD و HD على التردد 11843، معامل الترميز 27500. قناة نيل الأخبار، الأقرب إليك. السيدات والسادة، حان الآن موعد أخبار المال والأعمال. النشرة الاقتصادية تقدمها لحضراتكم الزميلة سارة قناوي. أهلا سارة. شكرا لك جورج، أهلا بك. أهلا بكم مشاهدين الكرام، نتابع مع حضراتكم أخبار الاقتصاد. وفيها وزيرة التعاون الدولي تعلن حشد تمويلات ميسرة مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين لدعم الموازنة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية. أهلا بكم. قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن الجهود التي تمت مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين على مدار الأشهر الماضية أسفرت عن حشد تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار تقريبا. أضافت الوزيرة أن من بين نتائج تلك الجهود حشد تمويلات ميسرة بقيمة 1.69 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي ضمن فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، وإقرار البنك الدولي تمويلا ميسرا لمصر بقيمة 700 مليون دولار تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وأيضا دعم الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص في مصر. تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار اليوم الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية السكن لكل المصريين بمدن ملوي الجديدة والمنيا الجديدة وحدائق العاصمة و15 مايو و6 أكتوبر، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية بمواقع المشروعات. وأشار وزير الإسكان إلى أن المبادرة الرئاسية السكن لكل المصريين تهدف لتوفير المسكن الملائم والميسر لمختلف شرائح الدخل من المواطنين سواء المدن الجديدة أو المحافظات. أظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تراجع الصادرات البترولية للمملكة بنسبة 4.2% في إبريل على أساس سنوي. كما أظهرت البيانات نمو الصادرات غير البترولية للسعودية بنسبة 12.4% وتراجع الصادرات السلعية للمملكة 1% في إبريل على أساس سنوي. وسجلت واردات المملكة تراجعا بنسبة 1.3% في إبريل عن الشهر نفسه من العام الماضي. وكانت الصين هي الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة وشكلت ما نسبته أو بنسبة 16.6% من إجمالي الصادرات، تليها اليابان ثم الهند. أعربت الصين عن معارضتها الشديدة للخطة الأمريكية التي تستهدف تقييد استثمارات الشركات الأمريكية في الصين. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إنه يتعين على الولايات المتحدة احترام قوانين اقتصاد السوق ومبدأ المنافسة العادلة والتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية واستخدامها كسلاح. وأضاف المتحدث أنه بينما أكد الجانب الأمريكي مرارا أنه ليس لديه أي نية للانفصال عن الصين أو عرقلة التنمية الاقتصادية للدولة، فقد أصر على إصدار الخطة المقترحة التي تقيد استثمارات الشركات الأمريكية في الصين وتقمع التطور الطبيعي للصناعات الصينية، مؤكدا أنه يجب على الجانب الأمريكي رفع القيود التي تؤثر على الاستثمار في الصين لتوفير بيئة مواتية للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الأمريكي.
حذر نائب وزير المالية الياباني وكبير مسؤولي العملة في البلاد ماستو كاندا من أن الحكومة اليابانية مستعدة لاتخاذ الخطوات المناسبة ضد تحركات الين المتقلبة في أي وقت. مع اقتراب تداول العملة من المستويات التي تدخل فيها أو تتدخل فيها السلطات في السابق لإبطاء تراجعها مقابل الدولار الأمريكي. وأعرب المسؤول الياباني عن قلقه بشأن التأثير السلبي لتقلبات الين السريعة على الاقتصاد، مؤكدا أن ثمة جولة أخرى من عملية شراء الين وبيع الدولار من قبل السلطات قد تأتي قريبا. وفي وقت سابق من هذا العام أنفق بنك اليابان نحو 9.8 تريليون ين لانتشال العملة من أدنى مستوى لها منذ 34 عاما عند 160.245 للدولار، والذي بلغته في 29 من إبريل الماضي. في أسواق النقد الأجنبي انخفض الدولار بشكل طفيف اليوم، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في 8 أسابيع تقريبا، في حين تراجع الين قرب مستوى 160 للدولار وسط تجدد المخاوف بشأن تدخل محتمل جديد لدعم العملة. وهبط الين إلى 159.94 مقابل الدولار، وجاء مؤشر الدولار عند 105.66، وارتفع اليورو بنسبة 0.2% و 1.7% دولار، وتم تداول اليوان في السوق الفورية عند 7.26% للدولار. نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث صعدت أسعار الذهب اليوم مع تراجع العائد عند سندات الخزانة الأمريكية، وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2324.36 للدولار للأوقية. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2% إلى 2336.70 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة أخرى، زادت الفضة في المعاملة الفورية بنسبة 0.1% إلى 29.55 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 990.30 للأوقية. استقرت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات اليوم بعدما أدى انخفاض أسهم شركات التعدين إلى كبح المكاسب، وسط استمرار التركيز على الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية والتي تجرى الأسبوع المقبل. استقر مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني، بينما صعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.3%، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2%. أغلق المؤشر نايكي الياباني مرتفعا اليوم بعد أن دعم تراجع الين الأسهم المرتبطة بالتصدير وسط استعادة أسهم التكنولوجيا بعد الزخم في جلسة ما بعد الظهيرة. وصعد نايكي بنسبة 0.5%، كما زاد المؤشر توبوكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%، وتصدرت أسهم شركات صناعة السيارات والإمدادات مكاسب القطاعات. نهاية أخبار الاقتصاد، شكرا لطيب المتابعة، وعودة للزميل جورج. إليك جورج. شكرا سارة قناوي. نعود مشاهدينا الكرام إلى مواصلة نشراتنا السياسية، حيث استدعت روسيا اليوم سفيرة الولايات المتحدة في موسكو إلى وزارة الخارجية بشأن ما وصفته بأنه مسؤولية واشنطن في الضربة الأوكرانية أمس على القرم، كونه نفذ بواسطة صواريخ سلمتها واشنطن لكييف. أسفر الهجوم عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، وإصابة أكثر من 150 آخرين. نتابع. في توتر سياسي جديد بين روسيا والولايات المتحدة عنوانه الأزمة في أوكرانيا، قال مسؤولون روس أن كييف قصفت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها موسكو بخمسة صواريخ من طراز أتاكامز التي زودتها بها الولايات المتحدة، بما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوية التابعة لها أسقطت 4 من الصواريخ، بينما انفجر الرأس الحربي للصاروخ الخامس في الجو، مضيفة أن الجيش الأوكراني قصف البنية التحتية المدنية لمدينة سيفاستوبول بصواريخ أتاكامز التكتيكية التي أمدتها بها الولايات المتحدة والمزودة برؤوس حربية عنقودية.
موسكو من جانبها حملت واشنطن مسؤولية الهجوم الصاروخي الأوكراني، معتبرة أن أفعالا كهذه لن تبقى من دون رد. على الجانب الآخر، قتل وأصيب عدد من الأشخاص في ضربات روسية على خاركييف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، حيث تتعرض المدينة القريبة من الحدود الروسية للقصف بشكل مستمر حسب ما ذكرت مصادر مطلعة. هذه المستجدات تأتي في الوقت الذي تتوقع أوكرانيا حدوث انقطاع جزئي للتيار الكهربائي خلال الساعات المقبلة بعد هجمات روسية وصفت بالضخمة. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية استهدفت عدة هجمات واسعة النطاق محطات توليد الطاقة وفقا لوزارة الطاقة الأوكرانية، حيث دمرت موسكو عبر هجماتها نصف قدرات مجال الطاقة في أوكرانيا. أما في موسكو فقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها ستتخذ الإجراءات كافة لحرمان حكومة أوكرانيا من فرصة توجيه ضربات إلى منشآت الطاقة. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل. مصرع 20 شخصا جراء حريق بمصنع في كوريا الجنوبية. مشاهدينا الكرام، نواصل تقديم نشرة الأخبار، حيث لقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم جراء اندلاع حريق في مصنع لإنتاج بطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية. وقال مسؤولو الإطفاء إن الحريق اندلع في المصنع صباح اليوم وتم إخماده بعد نحو 5 ساعات، وكان العشرات من عمال الإنقاذ قد هرعوا إلى موقع الحريق للبحث عن 23 شخصا مفقودا من بينهم 20 عاملا أجنبيا، ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق في المبنى المكون من 3 طوابق. ختام نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. استشهاد مدير الإسعاف والطوارئ بغزة جراء غارة إسرائيلية على مدينة غزة، ودبابات إسرائيلية تواصل التوغل في رفح. الحكومة اللبنانية تؤكد أن مطار بيروت مستوفي للمعايير الدولية، وتدرس مقاضاة صحيفة التلغراف البريطانية بعد مزاعم حول وجود أسلحة في المطار. حداد في داغستان غداة اعتداءات على دور عبادة مسيحية ويهودية أودت بحياة 19 شخصا بينهم 15 شرطية. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. السيدات والسادة، نعود فنلتقي بحضراتكم في تمام الرابعة مع بانوراما النيل. إلى اللقاء.